من بداية كتير في ناس انتقدتك ورفضت اللون اللي عم بتقدمه واعتبروه انتقدوا وكلمة خرنج وازاي تتقال الكلمة دي حتى من كبار الملحنين وصناع العمل على راسي ولكن الكلمة دي اللي هي انتقدوني فيها كلمة خرنج أنا مش خرنج أنا كينج كونج طبعا واللي انتقدني طبعا الملحن الكبير الأستاذ حلمي بكر على راسي من فوق ومعتز أمين برضو كمان أستاذ معتز طبعا أستاذ معتز كمان قال إنه كلمة تخدش الحياء ولا يصح لا 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 لا, لا, لا. كلمة إيه اللي تخدش حياء كلمة أنا مش خرنج أنا مش خرنج إزاي والأستاذ عادل إمام طالع في المسرحية عمال يا خرنج يا خرنج يا خرنج ده نجم بس كبير. بالتمثيل حاجة وبالغناء حاجة مفيش حاجة اسمها التمثيل حاجة وده فن لا الفن لا يتجزأ الفن فن حضرتك بتقدمي رسالة طب بس ساعتها كمان فينا نعتبر المهرجانات فن لا لا تتجزأ المهرجان فن ولكن كلمة اللي جوه المهرجان مش فن ما خدش للحياة لا تفرق طب في مش بس مش كلهم بيقولوا كلمات مش كويسة يعني في منهم بيقولوا بدايتهم كلمات بدايتهم طلعوا كده لا شو بدي بالبدايات انا عم بحكي باللي بيتنفس دلوقتي واللي الناس بتروح دلوقتي بتشوفه ما في ناس عدلت في ناس عدلت مشيت صح صح اوكي على راسي من فوق يدخل النقابة يقدم وياخد تصريح رسمي ان هو راجل بيغني مهرجان او بيأدي مهرجان او بيقول مهرجان او فاهم يعني ايه مهرجان بس انما ما اقولش كلمه مسفه او كلمه جارحه او كلمه خارجه تخدش حياه اي انسان مصري او اي انسان عربي او اي انسان سوي اي انسان عايش على قيم ومبادئ واخلاق ما ينفعش احنا بلد اسمها طب ردت فعلك ايه كانت لما سمعت الانتقادات دي بطاله كلها واتقلعت وانا كده وانا عايز اقول لحضرتك معنى كلمه خرنج في المعجم في اللغه العربيه الفصحى ايه احنا واخدينها كلمه مسيئه انما هي مش كلمه مسيئه خالص يعني الناس اللي انتقدتك انت عارفه معناها ايه حضرتك طيب عارفه معناها ايه حضرتك في المعجم يعني حد ضعيف حاجة زي كده ما فيهاش أي إهانة ولا أي إساءة إحنا بناخدها بمحمل تاني كل واحد على دماغه بقى وهو حر إنما هي في اللغة العربية الفصحى عامة بتاعتنا في المعجم اسمها الأرنب الضعيف بس لكن ما تحملش معنى تاني كل واحد بياخد كلمة بمعنى تاني هو حر افهم كلام بلدك لغة بلدك ثقافة بلدك واتكلم يعني اللي ناس انتقدتك ما كانوش فاهمين معنى الكلمة ما كانوش يعرفوا معنى الكلمة ايه حتى مع احترامي الأستاذ حلمي بكر طبعا على راسي من فوق قال يعني انا همشي بقى بالمعجم في حاجة اسمها انا همشي بالمعجم يعني لما طلعت معاه في مواجهة في برنامج قبل كده قال لي يعني انا اجيب بقى المعجم وامشي بيه لا مش تجيب المعجم وتمشي بيه تثقف نفسك أنا راجل أكاديمي أنا راجل كونسيرفاتوار مش راجل بصمجي ولا جاهل فمش هقدم فن أنا طول عمري بقدم الفن ده المونولوج أي النقد البناء طيب اليومين دول طالعة غنية كمان مكسرة الدنيا شيماء طب دي في إيه بقى؟ في المشكلة فيها إيه؟ بس قولي مشكلة ما فيهاش كلمة تخدش الحياة ومش خارجة مثلا عن فين فن دي فين فن فين الغنى بتاعها في إيه شيماء؟